وصلنا سلمى لمساحتنا الطبية لليوم. رح نحكي عن مشكلة بيعانوا منها كثير من الأشخاص وبتسبب لهم يمكن بعض الإحراج، وهي مشكلة اصفرار الأسنان يلي بيكون إلى العديد من الأسباب، ودائما نسأل سلمى شو الحل. صحيح نرمين، الحلول يمكن في ناس دغري بيروحوا على الحل التجميلي، انه خلينا نركب مثلا عدسات لاصقه للاسنان، خلينا نركب فينير، خلينا نعمل اي حل ثاني لانه اسناننا ما عم تبيض. ولكن الحقيقه هل فعلا كل مشكله اصفرار اسنان ممكن نعالجها بهي الحلول التجميليه او لا؟ كل هاي التفاصيل وغيرها رح نسال عنها اليوم ضيفنا بالاستوديو عماد الدين ايوبي، اختصاصي في طب الاسنان، ونعرف الاجابات. صباح الخير دكتور عماد، اهلا وسهلا فيك. يا ميت اهلا وسهلا، يسعد صباحك دكتور واهلا وسهلا فيك. هلا لما نحكي عن مشكله اصفرار الاسنان كلياتنا بنعاني من هي المشكله، ولكن بدرجات متفاوته. ايمت بتكون مشكله اصفرار الاسنان هي مشكله بدها حل؟ تمام. هلا بداية خلينا نوسع الموضوع شوي، مو اصفرار الاسنان، خلينا نحكي تلون الاسنان بشكل عام، لانه ممكن يكون اصفرار الاسنان في بعض الحالات لا بتكون على لون اسود او بني. صحيح. هلا هي كمشكله يعني في دراسه اجريت لقوا انه عدم رضا المرضى عن اسنانهم عن لون اسنانهم كانت تقريبا وصلت ل 90%، بينما كان عدم رضاهم عن شكل الاسنان رغم انه كان في مشاكل واضحه يعني كانت وصلت تقريبا لل 50%. يعني مريض صفيت اسنانه فيها كثير مشاكل بس لونه في مشكله، ليش؟ لانه ممكن ارتصاف الاسنان ما ينتبه له مثلا غير اللي بدقق او الكبير، بينما الالوان انتم بتعرفوا كمان اكثر يعني تماما فرق اللون كثير مهم عندنا. صحيح. لهيك المشكله ممكن تكون متفاوته بين شخص والثاني لعده عوامل. اول شيء لدرجه اللون، ثاني شيء لاهتمام او حساسيه المريض وتدقيقه على اللون. هلا شو اسباب انه اصفرار الاسنان؟ في عندنا كثير اسباب، في عندنا شيء طبيعي، في عندنا شيء مع تقدم العمر، وفي عندنا شيء لا، في عندنا مشاكل سواء مكتسبه او مشاكل نتيجه عادات انه نساويه. كمشكله قلتي عند الكل تقريبا هي موجوده عند الكل، صح؟ انه اللون دائما الواحد بيطمح للشيء الاجمل والشيء الاحلى والشيء اللي بيجذب اكثر. ما هي الفكره عفوا دكتور انه الفكره اليوم عن اللون المثالي للاسنان، يعني احنا طبيعه السن هي مانا ناصع البياض، وهو ابيض يعني خفيف، ما هو له ابيض الصراحه، هو لون عاجي سكري. أيوه. عاجي تمام، هو لون عاجي بياخذ اللون من المينا ومن طبقه العاج اللي موجوده تحتها. لون العاج تقريبا هو اصفر، لون المينا تقريبا شفاف، بيعطينا هذا اللون العاجي اللي كثير حلو. يعني وهو اللي كثير بننصح مرضانا لما يجوا لعنا انه ايه خذوا هذا اللون الفاتح الحلو العاجي، بس اللي فيه هلا مثل ما حكيت دام سلمى انه بالنسبه للفينير او كثير في منهم انه بدنا اللون الابيض. انه اوكي ماشي بدك طيب. لون فاتح ماشي، بس هود في شويه صفار، ما في حدا انه سنه ابيض ابيض. صحيح. وهون بدي اسالك الصفار. دكتور هلا نحن ما عندنا طريقه لنعالج هي المشكله تلون الاسنان او اصفرار الاسنان الا هي الحلول التجميليه، انه انا اركب شيء مثل عدسات او فينير، ولا لا في حلول اخرى صارت موجوده؟ هلا نحن بالنسبه للعدسات او حتى التيجان سواء كان زيركون او ايماكس او اللي هو، هي بنعتبرها حلول بنسميها اجريسيف، يعني حلول هجوميه. انه انت عمليا عم تحضري من الاسنان، عم تاخذي من النسج السنيه، ممكن تضطري انك تستأصلي اللب. لهيك لا، في حلول كثير ممكن تكون ابسط وكثير ممكن حتى تكون اجمل. اللي هي اكثر حل شائع عندنا هو التبييض. او ممكن مفهوم التبييض يكون خطا اذا قلنا كلمه تبييض، هي عمليا تنظيف السن. نحن الهدف من عمليه اللي متعارف عليها انه تبييض انه نرجع لون السن الطبيعي. يعني السن فيه له مسامات، يعني اذا بدنا نبسط الفكره مسامات مثل الجلد، هالمسامات نتيجه الاغذيه اللي عم ناكلها، نتيجه الملونات، نتيجه الارجيله، ممكن انه تندخل داخل مسامات السن وتتجمع جواته، لهيك بتعطينا هالمنظر الكامل للسن او الكامل. احنا الهدف من العمليه اللي بنساويها انه هالمواد ندخل لجوات السن، نفتت هالمواد، نرجع السن للونه الاساسي الطبيعي. تمام. وكفعاليه طبعا في طرق مختلفه هلا ممكن انه نحكي عنها، بس كفعاليه غالبا اذا كان التشخيص صح بتكون فعاله بنسبه كثير كبيره. طيب خلينا كونه ذكرت موضوع الطرق، خلينا نحكي اليوم عن الطرق اللي بتساعدنا لازاله هي الطبقه. هلا نحن اول برجع بك ما عم نزيل اي طبقه، هي الفكره، هي بتختلف عن بنقول بالعامي انه شلنا الطبقه الصفراء، هيك يعني نحن نحكي بمصطلح الشائع بين الناس. تمام. كثير بيسالونا انه ممكن انه ازينا السن او شيء، لا نحن عمليا اللي عم نساوي عم نفوت جوات بنيه السن، عم نفتت المواد الاصبغه والمواد الملونه ونرجع للون الطبيعي. هلا في عنا عده طرق، هن بشكل عام اذا بدنا نلخصهم هي عمليا طريقه واحده، ولكن الوقت اللي بيختلف. يعني نحن عم نطبق ماده على سطح السن بتحرر ماده اللي هي غالبا
يوم بتكون الاكسجين بتفوت وبتفتت، شلون دعايات تبع مساحيق الغسيل نفس المبدا، بتفوت لجوا بتفتت هي الاصبغه وبترجع للون السن للون الطبيعي. ممكن هالشيء نعمله خلال فتره قصيره بالعياده، هذا هو المتعارف عليه التبييض الليزري، في له عده اجهزه، وممكن يكون التبييض المنزلي اللي عن طريق الاوالي. هلا اذا اجيتي لي شو بنصح؟ طبعا بنصح بالتبييض المنزلي. ليه؟ لانه مثل ما حكينا هي عمليا نفس المواد، الشيء اللي بيفرق هو تركيز المادة باعتبار عم نطبقها لفترة أقصر. هاي كتير مرضى بيجوا لعنا في عندهم الأصل حساسية أو مؤهبين للحساسية، أو بنفحصهم بنلاقي في عندهم مثلا عند عنق السن في انكشاف، ما بننصحهم بالتبييض الليزري، بنبعد عنه بشكل عام. ما بننصح فيه غير اذا شيء حدا مستعجل، يعني مثلا عروس ثاني يوم عرسها، ايه ماشي، في حدا بده يسافر مضطر، يعني كثير ممكن. اما دائما اذا بنستعمل التبييض المنزلي اللي هو عباره عن قوالب بتنعمل تماما على قياس المريض، بحيث قياس فم المريض بتطبق داخل الماده بالليل لفتره بتتراوح بين اسبوع لثلاث اسابيع، بتركيز يكون تركيز مدروس، تركيز منخفض، يعني بين 10 إلى 20%، ما يكون تركيز كبير، يساوي لنا نتيجه سريعه بس ممكن يساوي حساسيه، وحساسيه ممكن تدوم لفتره طويله. طيب دكتور، يعني كمان في من الاخطاء الشائعه اللي بنسمع عنها اللي هي الناس بتقرا على الانترنت شو موجود وصفات وبتحاول انه تشتغل عليها، مثل الفحم، قشر الموز، الليمون وغيرها من الخلطات، بيكنج باودر مع فريز، ما بعرف شو هاي الخلطات اللي عم يعملوها، قديش ممكن يكون لها تأثير سلبي بدل ما يكون لها تأثير إيجابي؟ والله أنا هدول المواضيع يعني من المواضيع اللي بتستفزني، لهيك إنه بفوت على النت وببحث عنه. من كم يوم هيك فتيت وشفت شيء يعني عجب العجاب. شو آخر طريقة اخترعوها؟ يعني نحن عندنا مثلا، نحن مو ضد انه نرجع للطبيعه ونستعمل مواد طبيعيه، حتى هون كليه طب الاسنان في كثير ابحاث عم نساويها على مواد مثلا زيت الزيتون، البروبليس، مواد ثانيه اللي ممكن نستعملها لاستعمالات مختلفه. بينما بس شو عم نساوي ابحاث لعشرات السنين لحتى نعتمدها. اما هدول الوصفات تبع مسعيد الرز وهدول القصص وانه شو ما هي، لا هي اكيد لا. يعني كمثال طرحتي مثلا الفحم، لما عم نستعمله صح ممكن يعطينا نتيجه بياض مباشر خلال دغري، الواحد فرش اسنانه فيه او دهن فيه، بس شو الشيء اللي عم يعمله عمليا؟ الشيء اللي عم يساوي عم يساوي سطح المينا اللي هو ناعم عم يساوي خشن، والسطح الخشن مثل ما بنعرف بجمع اصبغه اكثر، غير لما يكون سطح ناعم ما بجمع عليه. لهيك في كثير مرضى انه دكتور نحن بيضنا اسناننا بعدين صارت اغمق من اول بعد شهر وما عاد بيضت معنا. ايه شلون بيضتيها؟ والله جارتي سلفتي بنت حماية قالت لي على مثلا الفحم. لهيك انه لا، اي شيء بتقروا لا انه يعني ما له مثبت لا ما بنعتمد عليه، على الاقل انه اسالوا دكاترة الاسنان صحيح. قبل ما ممكن يقولوا لكم ايه ممكن لا، بس انه من عنا لا غلط. طيب يعني لننهي هذا الموضوع، دائما الاشخاص بيميلوا للشيء الطبيعي وبيستهويهم، وخصوصا لما نقول مواد طبيعيه فهون نحن ما عم نحكي تكلفه، وهذا الشيء اللي بيخافوا منه الناس بموضوع زياره طبيب الاسنان. ما في اليوم ولا اي وصفه فينا نقول طبيه طبيعيه ممكن بالبيت الواحد يعملها مع عدد تفريش الاسنان تخفف تراكم المسببات يلي هي قلبت اللون شوي للون اصفر او حتى لون داكن. هلا اللي بيهمه انه لون اسنانه، الوصفه الطبيعيه الانسب له هي يهتم تفريش اسنانه، يبعد عن المواد اللي ممكن تصبغ، يعني مثلا الدخان كثير بيجينا مرضى بدخنوا كثير وبقرقلوا كثير بعدين بيقولوا لك بدنا اسناننا يضل لونهم ابيض. طيب ماشي، ما شلون؟ ما حافظتهم على التدخين تمام، يعني يا هيك يا هيك، اما بدك التنتين لا ما بيمشي الحال. لهيك انه كوصفه كماده إنه هو المبدا كثير دقيق، مبدا انه الماده لازم تكون ماده تحرر اللي هو الاكسجين الفعال، الماده الفعاله، وتندخل ضمن اللي بنسميه المواشير المينائيه وتفتت هالشيء. يعني حتى لهيك هي الماده اذا كان تركيزها عالي، نحن بالمواد الطبيعيه ما بتحسني تضبطي تركيزها نهائيا، ولا بتحسني تضبطي انه ما لها تاثيرات جانبيه ثانيه. لهيك هي مواد مدروسه بتركيز معين بطريقه تطبيق معينه. يعني حتى هالماده قلت القوالب لازم تكون طابقه 100% على السن، اذا ما كانت طابقه اجت على اللثه ممكن تساوي تخريش للثه. طبعا غالبا بيزول، بس اذا كان في مشكله باللثه او لثه رقيقه ممكن لا ما يزول، ممكن يصير في حساسية دائمة إذا أزل لسه. لهيك أي طريقة طبيعية للوقت الحالي لا ما في نهاية. طيب دكتور، هلأ كمان صرنا يعني حكينا أغلب شيء أنه شو ممكن ما نساوي وشو الحلول اللي ضمن المستطاع قبل ما نوصل للحلول التجميلية، شو هي الدرجة اللي بتقول لا هذا السن ما بينضف بالتبييض أو ما بيروح الأصفرار بالتبييض ولا حتى الليزري، نحن بحاجة لمعاودة هذا الموضوع بحل تجميلي؟ سؤال كثير حلو.
هلا في عندنا مثلا العمر كثير بيلعب دور، يعني في مرضى مثلا بيجوا لعندنا بعمر 50 او 60 سنه، مع الوقت بكون الطبقات خلص طبقه المينا عنيده جدا، قد ما حاولت بقول لها انت ما حتستفيدي على الطبيب، لو هيك يعني حتتعذبي وحتتكلفي وما حتستفيدي، اذا الموضوع كثير انه زعجك حتما ما لك غير تلجئي للفينار فينيرات او التيجان. في حالات ثانيه مثل ما قلت في تلونات بتكون عميقه، يعني مثلا ادويه اخذينها مثل التتراسايكلين او الدكسوسايكلين هدول بيخلوا يصير في عندنا تلون عميق ضمن السن. هيك حاله التبييض كمان ما حيفيد، يفترض نلجا للخيارات التجميليه. احيانا الاسنان اللي مسحوب عصبها او مستأصله اللب هي بيغمق لونها، كمان هي لو عملنا لها تبييض سواء كان خارجي او داخلي كمان حيضل غامق. في مرضى بيجوا مثلا في عندهم نخور كثير، كل سنه عليه نخر من هالجهه ومن هالجهه، هيك حاله اذا بيضتيهم ما حيبيضوا الحشوات ما حيبيضوا او حيصير في عندنا مشاكل، لهيك كمان بنلجا، يعني في عندنا حالات كثير ممكن انه نضطر نلجا، بس الحالات اللي بيكون في عندنا الاسنان سليمه، حالات طبيعيه، بنحاول قدر الامكان انه نلجا للطرق المحافظه اللي قلنا اللي ما فيها هدر او تضحيه ب نسج الاسنان. طيب بالختام خلينا هيك نقدم نصائح لكل الناس اللي حابين يوصلوا لدرجه من البياض للاسنان او اي موضوع او نقطه بتحب تنوه عليها ونحن ما ذكرناها ضمن هذا السياق. هلا نصيحه لهم انه اذا بدكم بياض اسنان بدون يفترض اول شيء نتبع العادات الصحيه الصح من ناحيه تفريش الاسنان، من ناحيه التخفيف من الملونات، من ناحيه عدم اللجوء للطرق اللي ما حكيناها اللي منتشره على وسائل التواصل الاجتماعي، هي اول نقطه. ثاني نقطه المراجعه الدوريه. المراجعه الدوريه لطبيب الاسنان هي كثير مهمه، وللاسف وهلا ضمن الاوضاع الحاليه عم يصير في تقصير كثير منها، ما في خساره ابدا انك تراجع طبيب، تشوف اذا في عندك مشاكل حبيت تسويها بعدين او لا هي بترجع لها، بس انه تراجع لحتى تلحق المشكله من بدايتها. اكيد. بالختام نشكرك دكتور عماد الدين ايوبي على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ونتمنى اكيد دائما الابتسامه الحلوه تنور وجوه كل الناس. شكرا لك. تسلم يا رب، يعني اهلا وسهلا. شكرا كثير دكتور واهلا وسهلا فيك. عفوا، الله يخليك.